تميز التجربه ديت ان هي كتابه العظيم اسامه انور وكاش. مش حاجه والله، هو ده الحياه اللي عايشها يعني، دي لعبتي وده اسلوب حياتي يعني. ان شاء الله باذن الله محضر مفاجاه باذن الله في الفيلم. في اخر الفيلم هتشوفوا حاجه مفاجاه. الفيلم ده قدم بطل جديد للسينما المصريه. انا نادرها من 10 سنين ارجعها على مركب زي ما سبتها على مركب. طول عمر الناس بتراهن عليا، النهارده اول مره راهن على نفسي. الاسكندراني هو أول فيلم بطولة مطلقة لأحمد العوضي من إخراج خالد يوسف، واللي بيعتبره أمانة من الراحل الأستاذ أسامة أنور عكاشة. نسرين ابنة العظيم أسامة أنور عكاشة أدتني السيناريو، قالت لي هو وديعة بين يديك واعمل فيه اللي انت عايزه، وأنا راضية باللي انت هتعمله فيه. أنا متأكدة أن انت شارب قوي روح بابا، روح أسامة أنور عكاشة، وعارف رؤيته. معايا فنانين كبار عاملين أدوار هايلة، كان عندهم دأب هائل في الشغل وفي التدريبات. أشكرهم كلهم لأنهم عملوا جهد هائل. جمت قلبك قلق ده مع الاسكندراني الأول. أنا زي ما اتدارك بلان الدار انت جوه. وبالفعل من الملامح الأولى لإعلان الفيلم نقدر نقول إن هنشوف العوضي بشكل جديد ومختلف. والله بغل اسكندراني شخصية الناس هتحبها وشخصية جديدة عليا، وان شاء الله يعني انا اجتهدت على قد ما اقدر عشان استغل الفرصه ان اول فيلم ليا يبقى مع استاذ خالد يوسف واستاذ اسامه انور عكاشة وبصعبه النجوم زمايلي. فانا حاولت استغل الفرصه على قد ما اقدر وان انا اجتهد. بالنسبه لي مش الاكشن هو اصعب حاجه في الفيلم، انا بالنسبه لي الفيلم كله صعب يعني. مشاهد الدراما فيه من اصغر مشهد لاكبر مشهد كله صعب وكله احتاج تركيز مني، وانا حاولت بقول لك زي ما بقول لك ان انا اجتهد ان انا اطلع مشاهد زي ما المفروض السيناريو عايزها واستاذ خالد عايزها. اول مره على نفسي أمر ما تتباعش بفلوس. كما تواجدت نسرين ابنة المؤلف أسامة أنور عكاشة وحكت لنا عن سعادتها بخروج الإسكندراني للنور. هي خطوة اللي هي أنت بتاخد وقت على بال ما تستوعبها أصلاً، يعني لما أشوف الناس داخلة السينما كده وتتفرج هبدأ أستوعب شوية إنه الفيلم ده أخيراً اتعمل بقاله سنين وسنين من حياته هو كان بيحاول ينفذه معرفش. اللي خدته غصب هترجعه برضاك. تعرف يا بكر انا حاسه اللي بيحركك هو انت امن ابوك. كل اللي باعوني وخلوا بيا يدفعوا الثمن. وتواجد ابطال الفيلم خلال العرض وكلمونا عن كواليس الفيلم. والله يعني تجربه ان شاء الله اتمنى من ربنا ان هو يكرمنا ويكبر خاطرنا فيها باذن الله. فيلم اشتغلنا عليه بحضرنا فيه اكتر من شهرين قبل ما نصور، اشتغلنا عليه تفاصيل كتير جدا، سافرنا اكتر من مكان صورنا فيه. ربنا يا رب يكتب لنا التوفيق ويرضينا ويكبر خاطرنا بإذن الله إن شاء الله. أنا بعمل دور زكي الإسكندراني، شاب بتولد في اسكندرية، ظروفه الاقتصادية والمادية صعبة جدا، حالته مش أعظم حاجة، بيبقى أنتيم وعشرة عمره بكر الإسكندراني أحمد العوضي، وبنعيش بقى مغامرات كتير جدا بتاخدنا ما بين مراحل الحياة فوق وتحتين. مبسوط إن أنا طبعا مع الأستاذ خالد يوسف في فيلم، راجل يعني عبقري إخراج. جت بالصدفه انا بعت له الغنوه ولقيته هو بيقول لي الغنوه عصام ان في الفيلم ومن غير ما انا اعرف يعني. وبكده احنا متحمسين جدا علشان نشوف الفيلم. انا هتغدر بقى على اللي بتعمله ده مش تمام. واللي خلق الخل ده نهدي لك كل دنيتك اللي انت فرحان بيها. لا احنا بتوع كول ولا